تنسى الاشتراك في القناة والضغط على الجرس لتفعيل التنبيهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم راح نشرح البوبس KDS أو الكيتشن ديسبلاي سيستم، اللي هو برنامج لمتابعة الطلبات داخل المطعم. راح أخلي لكم إن شاء الله اللينك أو الرابط الإلكتروني تحت الفيديو في الوصف، وكذلك تحتاج إلى النسخة الأخيرة من برنامج البوبس ريستورانت نسخة 64. في البداية بعد ما تثبت البرنامج وتدخل التفعيل راح يطلب منك البرنامج KDS POS ID والداتابيس IP. راح نراويكم شلون نقدر نحصل هذين الاثنين عن طريق البرنامج. في البداية نفتح برنامج البوبس ريستورانت، ندخل الباسورد، نروح على الباك اوفيس سيتينج بوس سيتينج، نعمل يوزر جديد KDS ونختار بوس موديل اذر مثلا، ونخلي البوس سيريال مثلا هذا الرقم، ونختار الكيتشن ديسبلاي سيستم اللي هو KDS ونعمل اد. راح نلاحظ ان اعطانا البوس ID رقم 14. نغلق النافذة، نعمل ريفريش، ونروح الى الستور وبعدين ستور اوبريشنز، ونعمل انيبل للكيتشن ديسبلاي سيستم ونعمل سيف. بعد كل خطوة ضروري نعمل ريفريش للسيتنج. نرجع الى البرنامج، ندخل الرقم البوز ID اللي هو 14. في حالتنا راح يكون لوكال هوست اللي هو على نفس الماشين، بس اذا كنت انت صاحب مطعم او عندك اللي هو سيرفر دخل الاي بي تبع السيرفر بعده سلاش بوبس، في حالتنا بيكون لوكال هوست. سلاش بوبس، نعمل تيست للكونكشن، كونكشن سكسيد، نقول له اوكي، راح يفتح عندنا البرنامج. في البداية ندخل على الأوبشنز، نكتب كلمة أدمن ونضغط على إنتر، نتأكد أن كل الأوردرز كاتيجوري تكون مفعلة، ونختار إحنا بغينا كيتشن أو ويتر، ونعمل أكسبت. لنفرض خلنا نرجع على البرنامج ونعمل أوردرات، مثلا هذا اوردر، هذا اوردر، وهذا اوردر، وهذا اوردر مع موديفاير مثلا، وهذا اوردر. نرجع الى البرنامج وراح نلاحظ ان الاوردرات كلها موجودة عندي، ونلاحظ ان الموديفاير موجود بعد. في حالة ان الطلب كله جاهز مجرد نضغط على done all، الطلب راح يكون جاهز وراح يجي الموظف وياخذ الطلب ويعطيه للزبون. في حالة ان جزء من الطلب فقط اللي يكون جاهز تختار الايتم او الصنف الجاهز وتسوي عليه done وdone done لين ما يجهز الطلب كامل. في حالة مثلا ان الزبون cancel الاوردر، ندخل على الاوردر ليست، edit void cancel all، مثلا reason اي شيء not needed مثلا، نقول له اوكي. راح نلاحظ اختفاء الاوردر من شاشة المتابعة. ايضا تقدر تبحث عن رقم الطلب، مثلا 100013 اللي هو هذا الطلب، نقول له انتر راح يطلع لك. اذا كان في يعني طلبات كثيرة راح تكون موجودة قدامك. دانول طبعا لان انا مسوي فلتر. انتر، نرجع على الطلبات، راح تلاحظ الكنسل اوردر هو 2 والدن اوردرز 6، وتقدر تراجع يعني الطلبات اللي موجودة. شكرا لمتابعتكم، انتظرونا في فيديوهات ثانية ان شاء الله.